يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد. الوطني للانتخابات تضع اللمسات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية، والقضاة يتسلمون اليوم مظاريف الاقتراع. والسلطة الفلسطينية تطالب حماس بتسليم صلاحياتها في غزة، على رأسها ملف الأمن. حصاد اخباري جديد ياتيكم من اونلايف، اهلا بكم. صباح الخير لبنان، صباح الخير مشاهدينا. الى التفاصيل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير منظومه التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد وتصنيفها عالميا. وخلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، شدد الرئيس السيسي على عدم السماح بإنشاء أي جامعات جديدة إلا بالتوأمة مع أفضل الجامعات في العالم. هذا وقد استعرض وزير التعليم العالي خلال الاجتماع نتائج زيارته إلى عدد من الدول للتعاون معها وإنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت شعار إطلاق طاقات المصريين. شدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على أن عملية تقنين أوضاع مصانع وورش منطقة شق الثعبان من شأنها دعم صناعة الرخام والجرانيت من خلال إعادة تخطيط المنطقة لتكون مدينة صناعية متكاملة، موجها في هذا الصدد بالعمل على تبديل أي عقبات قد تواجه خطوات التطوير بهدف النهوض بهذه الصناعة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة لمتابعة مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، حيث استعرض المحافظ تقريرا حول الجهود المبذولة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، موضحا بعض التوصيات للتغلب على العقبات التي تواجه عملية التقنين وتحديث المرافق. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اجتماعاتها لوضع اللمسات النهائية لكافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين داخل البلاد، والمقرر انطلاقها الاثنين المقبل وحتى الأربعاء. تبدأ فترة الصمت الانتخابي غدا السبت، على أن يبدأ اليوم تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية، يستمر تسلمها تباعا حتى الأحد المقبل. السباق الانتخابي يدخل أمتاره الأخيرة مع بدء سريان الصمت الانتخابي لمرشحي الرئاسة غدا السبت، حتى تجرى الانتخابات من يوم 26 إلى 28 من مارس الجاري. ساعات تفصلنا عن بدء سريان الصمت الانتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي يتنافس خلالها المرشح عبد الفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والذي يخوض الانتخابات برمز الطائرة. الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عقوبات على المتجاوزين الصمت الانتخابي بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء كافة الاستعدادات لإتمام العملية الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن يبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات الجمعة تسلم المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية، والتي يستمر تسلمها تباعا حتى الأحد القادم. المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن الانتخابات الرئاسية ستتم استنادا إلى ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية، وطبقا للقواعد والأسس الدستورية والقانونية وأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في انتخابات كبريات الدول الديمقراطية. كما التقى نائب وزير الخارجية حمدي الوزا رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية عبد الله ديوب، ورئيس بعثة الكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية هوب كيفينجيري. وأكد لوزا أن مشاركة بعثات الاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية تعد تضامنا مع المصريين. بنأمل أن هذه المشاركة تسمح بمزيد من تبادل الخبرات على المستوى الأفريقي. احنا بنعتبر نوع من
التواجد الأفريقي في هذه الانتخابات باعتباره نوع من التضامن مع الشعب المصري. هم سعداء بالحضور إلى مصر في هذه الفترة للتعرف على المشاهد اللي بتعكس إرادة وقرار الشعب المصري في الانتخابات. من جانبه قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات عبدالله ديوب إن البعثة هدفها أن تكون جزءا من العملية الانتخابية والاستفادة من الخبرات المصرية في الانتخابات لصالح دول القارة. So we are here not to judge or to provide any. نحن لسنا هنا من أجل الحكم على الانتخابات أو تقديم دروس مستفادة للشعب المصري، ولكننا هنا لنكون جزءا من هذه العملية الانتخابية، لنشهد ما يحدث هنا ولنرى كيف يجري المصريون العملية الانتخابية في بلدهم. خطوات جادة وواثقة تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الاستحقاق الدستوري واختيار الرئيس القادم للبلاد. ولإثراء الحديث أكثر حول الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الاثنين المقبل، معنا مباشرة الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرحبا بك أستاذ علي. الحديث الآن عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسي والاستعدادات على قدم وساق، وكان هناك صورة مشرفة للمصريين في الخارج، يعني عكست الروح الإيجابية والوطنية لدى المصريين. الصورة الآن نتحدث عنها، عن إجراء هذه الانتخابات في الداخل في جميع أنحاء الجمهورية، فلتحدثنا عن هذه التفاصيل والاستعدادات التي تجرى بالفعل على قدم وساق. بالفعل هناك استعدادات كاملة وتامة لإجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مصر على مدى 3 أيام اعتبارا من صباح الاثنين القادم. الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل، وهو الأمر الذي يمثل ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية، لأن الشعب المصري يثق ثقة مطلقة في قضائه وقضاته. تجري الانتخابات وسط ضمانات حقيقية أيضا، من بينها أنها تتم بشفافية تامة، حيث سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات لكل من تقدم من وسائل الإعلام المصرية والدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية أيضا لمتابعة العملية الانتخابية. بطاقات الانتخابات تم إعدادها بصورة فنية دقيقة على نحو يحول دون إمكانية تزويرها أو تقليدها. السادة القضاة، رؤساء اللجان العامة ورؤساء المحاكم ورؤساء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية من رجال القضاء، لأن الانتخابات سوف تجري تحت شعار قاضي على كل صندوق. كل لجنة فرعية يتولى رئاستها قاضي يتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها، اعتبارا من فتح صناديق الاقتراع وحتى إغلاقها، وعلى مدى الأيام. إذن هذا هو الدور على القضاء في هذه الفترة الحساسة التي نعيشها في هذه الأيام. أستاذ علي، هناك أدوار أخرى كثيرة موزعة كدور الهيئة الوطنية للانتخابات تحديدا في هذه الإجراءات في الداخل، وهناك دور آخر أيضا لابد أن نسلط الضوء عليه، وهو دور الإعلام في هذه الفترة التي تمر بها البلاد بهذه الانتخابات، ولابد أن يكون هناك انعكاس للصورة المصرية في الداخل وفي الخارج أيضا. أولا، الإعلام أدى دوره بكل أمانة واقتدار في هذه المعركة الانتخابية التي تمت في مناخ يتسم بالاحترام المتبادل بين حملتي كلا المرشحين في هذه المعركة. كان هناك التزاما تاما من مؤيدي المرشحين أيضا ومن وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات التي جرت في الخارج، ولم ترصد اللجنة العليا للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات ولم تتلقى أي شكاوى تتعلق بوجود أي خروقات للدعاية الانتخابية. ومن ثم فإن هناك صمت انتخابي على مدى يومي السبت والأحد، وهذا الصمت يستمر أيضا طوال الأيام الثلاثة الخاصة بإجراء العملية الانتخابية. والفلسفة من ذلك حتى يستطيع الناخم أن يدلي بصوته بعيدا عن أي تأثيرات أو مؤثرات، سواء من وسائل الإعلام أو من حملات مؤيدي المرشحين. كل هؤلاء يلتزمون الصمت التام حتى يتمكن
الناقب من أن يدلي برأيه بعد روية وبصورة تتسم بالبعد التام عن أي مؤثرات. بالفعل كان مشهد المصريين في الخارج مشهدا مشرفا أثبت للعالم أجمع أن المصريين في الخارج شأنهم في ذلك شأن المصريين في الداخل. كلهم يحبون هذا الوطن ويرتبطون به، وحينما يناديهم الوطن لأن يؤدوا واجبهم الانتخابي فهم يلبون هذا النداء على الفور. بالفعل أعظم نداء وجه لمشاركتنا في الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات وجهت نداءات كثيرة، منظمات المجتمع المدني، هيئات، وسائل الإعلام. هناك على الجانب أعظم نداء صحيح أستاذ علي، حضرتك أكمل الجملة بس، اتفضل حضرتك انتظريني بس لما أكمل الجملة بعد إذنك. أعظم نداء وجه إلى شعب مصر لكي يتوجه إلى صناديق الاقتراع، ذلك النداء الذي وجهته إلينا أمهات مصر المثاليات، أمهات شهداء مصر العظام، التي قلنا أن أبنائهن الآن في الفردوس الأعلى من الجنة واستشهدوا من أجل مصر، وقالوا لنا أنه من أجل دماء هؤلاء الشهداء اذهبوا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا من تشاؤون لرئاسة مصر. بالفعل الإدلاء بالصوت هو واجب وطني من أجل مصر، هو واجب وطني من أجل التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد مصر، من أجل الرد على من يعطونا غطاء سياسيا لعناصر الإرهاب عبر منصات قطر وتركيا ليطالبوا شعب مصر بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في إطار مؤامرة جديدة على مصر. فشعب مصر قال لهم لا، المصريون في الخارج ونزلوا إلى صناديق وتجاوزوا صناديق الاقتراع، نحن في الداخل أيضا بذات القدر من الحماسة ما لم يزد على ذلك سنذهب جميعا يدا واحدة وروحا واحدة وكتفا بكتف إلى صناديق الاقتراع على مدى الأيام الثلاثة. نعم أستاذ علي، إذن هو واجب وطني وحق دستوري أيضا للمواطنين. الحديث عن باقي الإجراءات الأخرى التي تتم بالفعل بالتنسيق مع العديد من الجهات، هناك استعدادات أمنية لتأمين العملية الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية، فلتحدثنا أيضا عن تفاصيل هذه الإجراءات الأمنية المشددة في هذه أو في هذا التوقيت تحديدا. أولا القوات المسلحة العظيمة وشرطة مصر أيضا برجالها الأبطال أيضا كلاهما سوف يتولى تأمين العملية الانتخابية. نزول المواطنين بكثافة، وإحنا اعتدنا دايما زي لما نزلنا في 30 يونيو هم اللي خافوا مننا وجريوا ما قدروش يجيبوا، لأن برضو نزولنا بكثافة إلى صناديق الاقتراع يمثل أيضا تأمينا للعملية الانتخابية. هناك تأمين لمختلف مقار اللجان الانتخابية، اللجان الآن على مستوى مصر كلها جاهزة لاستقبال جمهور الناخبين. اللجان الانتخابية في شمال سيناء على قدم وساق، هناك ترحيب كبير من قضاة مصر وتسابق فيما بينهم على الذهاب إلى شمال سيناء بصفة خاصة للإشراف على الانتخابات فيها، وأيضا نحن نعلم ونحن على يقين من أن أهالينا في شمال سيناء نازلين بالفعل بكثافة، وأن نزولهم وإحنا معهم بنقول أيضا ضمن الرسائل الكثيرة المتعددة لا للإرهاب. السادة القضاة هيتسلموا كافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية خلال يومي السبت والأحد، سيتوجهوا إلى مقر اللجان الانتخابية قبل الساعة 8 صباحا، ويتم فتح عمليات الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 من مساء كل يوم من الأيام الثلاثة. وإذا تواجدت أعداد من المواطنين داخل جمعية الانتخاب قبل الساعة 9 مساء وهو الموعد المقرر لإغلاق الصناديق، سيتم تحديدهم داخل جمعية الانتخاب وهو فناء المدرسة التي ستجري فيها المقر الانتخابي، ويتم السماح لهم بالانتظار حول استمرار اللجان حتى يؤدوا أصواتهم. في هذه المرة أيضا هناك تيسيرات كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك حرص كبير على أن يدلوا بأصواتهم داخل الدور الأرضي داخل المدرسة. هناك أيضا عجلة مجهزة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للجلوس عليها حتى يذهبوا إلى داخل
صناديق الاقتراع. بنعول آمالا كبيرة، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات، على دور المرأة المصرية العظيمة في حث أبنائها وجيرانها وأسرتها على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. أيضا آمال كبيرة على شباب مصر العظيم، كل من بلغ 18 عاما حتى يوم 8 يناير. والسبب من تحديد يوم 8 يناير أنه اليوم الذي يوجه فيه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجمهور الناخبين في الانتخابات الرئاسية. يعني إذا من بلغ سن 18 سنة أمس الأسبوع الماضي الأيام الماضية ليس له حق التصويت، لكن من بلغ 18 عاما حتى يوم 8 يناير له حق التصويت ما لم يكن هناك مانع قانوني. لكن على كل من بلغ هذا السن الصورة كاملة. يتوجه إلى أستاذ علي، نشكرك جزيل الشكر، وهو استحقاق بالفعل تستكمل به مصر مسيرة البناء والتنمية، وذلك بسواعد أبنائها من كافة المصريين أو من المصريين جميعا، شباب ورجال ونساء. نشكر الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشكرك جزيل الشكر. أيضا مشاهدينا للمزيد إثراء الحوار حول الانتخابات المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار عصام الدروزي، خبير في النظم الانتخابية. سيادة المستشار أرحب بك على شاشة يون لايف. بالنظر إلى الظروف الداخلية والظروف الخارجية المحيطة بمصر، كيف تنظرون إلى انتخابات رئاسة المصرية 2018 إذا ما قارناها بالانتخابات السابقة؟ في ظل ما تمر به البلاد من ظروف قد تكون بالغة التعقيد، وفي ظل ما انعكس إيجابا على وعي المواطن نتيجة ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، والتي أثقلت وعي الناخب وعززت من قدراته على إمكانية الاختيار القائم على إدراكه بخطورة هذه المرحلة التي تمر بها بلاده، وفي ظل حرية إبداء الرأي وانتشار الثقافة السياسية وحرص كل مواطن على استخدام حقه الانتخابي الذي اعتبره القانون واجب وطني، أعتقد أن الناخب الذي بهذا الشكل سيحرص كل الحرص على أن يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه، يدرك أن لصوته قيمة ويتخلى عن سلبياته، فبلده في حاجة إلى صوته ومشاركته أيا كانت اختياراته. سيادة المستشار، بصفة حضرتك خبير في النظم الانتخابية، ما هي الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الجديدة إذا ما قرناها بالانتخابات السابقة للتسهيل على المواطنين لإجراء الاقتراع بسهولة ويسر؟ نشير ابتداء إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت بالقانون 198 لسنة 2017، والذي حدد لها مهام وأوكل إليها اختصاصات، عهد القانون إلى المادة الثالثة بإيضاح هذه الاختصاصات والتي زادت على 26 اختصاصا، جاء على رأسها وفي صدارتها إصدار جميع القرارات التي تنظم عمل الهيئة الوطنية وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القانون. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الذي يستطيع بموجبه أو عن طريقه الناخب أن يعي كل ما يتعلق بعملية الانتخابات منذ دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان النتيجة. من حيث تختص الهيئة الوطنية فيما تختص به دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وإعمالا لهذا الاختصاص صدر القرار الهيئة الوطنية الذي حدد هذه المواعيد وحدد فترة الصمت الدعائي وليس الصمت الانتخابي الذي تتوقف فيه كل وسائل الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين بكل صورها، وهي يومي السبت والأحد القادمين بمشيئة الله 24 و 25 مارس، صحيح، بحلول 12 ليلا من مساء السبت 24 من مارس. الأستاذ المستشار عصام الدروزي الخبير في النظم الانتخابية، نشكر لك تواجدك معنا على شاشة أونلايف. مشاهدينا، هذه النافذة الإخبارية لا تزال مستمرة وفيها بعد الفاصل.
حافلات تقل مئات من مسلح المعارضة السورية وأسرهم تغادر بلدة حرست صوب إدلب. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى نافذة الحصاد الإخبارية، وفي هذه النافذة نستكمل هذه الأخبار، حيث قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين يومي الجمعة والسبت لعبور العالقين والحالات الإنسانية والمساعدات. تأتي تلك الخطوة حرصا من مصر على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. طلبت السلطة الفلسطينية حركة حماس بتسليم كل شيء لحكومة الوفاق، في مقدمتها الملف الأمني، مشككة في التحقيقات التي تجريها داخلية غزة حيال تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله ومقتل المشتبه به الرئيس خلال اشتباك مع قوات الأمن الفلسطينية في نصيرات. اتهامات واتهامات متبادلة وضعت فلسطين على صفيح ساخن. محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي حمد الله ومجريات الساعات الأخيرة أعادت الخلافات بين حركة حماس وحكومة الوفاق الوطني إلى السطح، فبعد إعلان حماس عن احتجازها للمشتبه به الرئيس في محاولة اغتيال الحمد الله ووفاته متأثرا بجروحه على إثر اشتباكات مع قوات الحركة، إلا أن حكومة الوفاق وصفت المشهد بالسيناريو المشوه، مضيفة في بيان لها أن حماس ما زالت تنتهج نفس النهج في اختلاق روايات وهي لا تتفق مع المنطق، معزية ذلك إلى عدم منطقية إعلان حماس فجأة عن اسم مرتكب الجريمة وتقديمها لمكافأة مجزية لمن يدلي بمعلومات عنه. حكومة الوفاق جددت تأكيدها على أن حركة حماس هي من تتحمل المسؤولية كاملة عن الحادث، مطالبة القيادة بتسليم الحكومة كامل صلاحياتها في قطاع غزة وعلى رأسها ملف الأمن دون إبطاء أو تأخير، ووفقا لما حدده القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة، بأن عليهم تسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني التي شكلناها معهم، وأولها الأمن وبشكل فوري، وهذا متفق عليه بيننا وبينهم وبرعاية مصرية، ولكنهم لم يطبقوه حتى الآن. وبدورها وجهت حماس أصابع الاتهام لحكومة الوفاق وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال بها، وهو ما ردت عليه الحكومة بأنها اتهامات لا ترقى إلى مستوى الحقيقة والمعقولية، وما بين الاتهامات تبقى غزة ممزقة أشلاؤها بين مصالحة كاد يتسرب لكدرها وبين احتلال يحرق صالها. مع الكاتب الصحفي المتخصص في مرحبا بك أستاذ محمد. يعني تراشق إعلامي واتهامات متبادلة وضعت فلسطين الآن على صفيح ساخن، السؤال الذي يلوح في الأفق الآن، يعني ما حدث هو ذريعة من أجل عرقلة استكمال المصالحة الفلسطينية كما يرى الكثير بعد حدوث هذه الأزمة تحديدا؟ الحقيقة سيدتي، وبغض النظر عن ملابسات ما حدث، أنا أتصور أنه الجميع من منطلق المسؤولية الآن، لا سيما وأن الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة محبطة إحباطا شديدا، وكلا الطرفين سوف يخسران كثيرا إذا لن سمح الله يعني استمر في تبادل هذه الاتهامات وصولا إلى تنفيض اليد بالمطلق من مسار المصالحة. أنا أتصور أنه ما هو مهم الآن، الحادث الذي حدث منذ 10 أيام أتصور أنه وضع بغض النظر عن ملابسات ما حدث، وضع حماس في مرمى الاتهام، لأنه الأجهزة الأمنية لحماس تسيطر على الأوضاع، تسيطر على الموقف على الأرض، ومن ثم أنا أتصور أنه حماس معنية بتبديد هذه الشكوك والاتهامات بقبولها بلجنة تحقيق وطنية محايدة للإعلان عن نتائج. يعني أفهم من حديثك أستاذ محمد أنك تعول على حركة حماس في تبرير هذا الموقف وتقديم كل الأدلة والبراهين. شوفي سيدتي، يعني هناك مسؤولية وطنية يجب أن يتحلى بها الطرفين، لكن أتصور أن الكرة ملقاة أكثر في ملعب الأشقاء في حركة حماس. ربما على حماس أن تسارع بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق وطنية فصائلية محايدة يلعب فيها الطرف المصري الراعي لهذه المصالحة دورا مركزيا،
الأمر الآخر ما هو أهم، وهذا ما هو أهم، أنه ما حدث الحقيقة يلفت النظر إلى مركزية ملف الأمن وأولوية ملف الأمن. بمعنى أنه منذ توقيع الاتفاق المصالحة في أكتوبر الماضي هناك تفسيرات متناقضة لما يسمى بملف تمكين الحكومة. بدأنا بالصلاحيات المدنية، لكن هذا الحادث أعاد لفت الأنظار إلى مركزية ملف الأمن. وبالتالي أنا أتصور من منطلق المسؤولية الوطنية ما فيش أي مشكلة أبدا في أنه يتوافق الطرفين على التغيير في على تغيير جدول الأولويات فيما يتعلق بملف تمكين الحكومة، وأن نسارع إلى فتح ملف الأمن. وطالما أن الإخوة في حماس قد قرروا كما يقولون تمكين الحكومة، حكومة التوافق الوطني من كل شيء في القطاع، فلا داعي لأن نتأخر كثيرا فيما يتعلق بملف الأمن. وأسارع وأؤكد، لا أحد هنا يتحدث عن سلاح الأجنحة العسكرية للفصائل، لأن هذه مسألة ليست مسألة أمنية فقط، وإنما مسألة سياسية، وإنما نتحدث عن سلاح الأجهزة الأمنية. ولكن ما فيش أي معنى الحقيقة للحديث عن تمكين الحكومة دون ما تمكينها من أن تكون هناك أجهزة أمنية واحدة تسيطر على قطاع غزة. الأمر الآخر أنا أتصور في كل الأحوال من منطلق أن نتحلى جميعا بالمسؤولية، لأن هناك هجوما إسرائيليا بالتنسيق مع حكومة أمريكية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأنني من المشروع الفلسطيني. أنا أتصور أنه السؤال هنا منطقي، يعني إن لم تتنازل بعض النخب الفلسطينية عن بعض مصالحها لصالح مصلحة القضية والشعب. ولكن أستاذ محمد توفرت في هذه المصالحة الفلسطينية عن مثيلاتها بأن هناك كان هناك يعني حسن نواة بشكل كبير من قبل الطرفين، وكان أيضا من قبل حماس. ولكن يعني لابد أن نتحدث عن أنه لابد من إصلاح البيت من الداخل، ولابد أن يكون هناك يعني إتمام لهذه المصالحة الفلسطينية ومحاولات أخرى من قبل حماس لأن يكون هناك إبراز لحسن النوايا حتى نستكمل المصالحة الفلسطينية ونصلح البيت من الداخل. نشكر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية بالأهرام الأستاذ محمد جمعة، نشكرك جزيل الشكر. غادرت حافلات تنقل مئات من مسلحي المعارضة السورية وأسرهم من بلدة حرست صوب إدلب. قال مصدر عسكري إن نحو 30 حافلة أقلت نحو 1500، بينهم نحو 400 من مسلح المعارضة. هذا ومن المنتظر أن تنقل مزيدا من الحافلات دفعة أخرى من المسلحين في يمن. وقد اقتربت الحكومة السورية من القضاء على آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية مع تدفق المدنيين من إحدى المدن المحاصرة واستعداد مقاتلين تابعين للمعارضة الاستسلام في مدينة أخرى. من أراد الاستسلام والعودة إلى حضن الوطن فأهلا وسهلا، ومن أراد الموت فالموت له. بهذه الجملة الصادمة أكد ضابط بالجيش السوري في حوار متلفز أن القوات السورية في طريقها لنصر كامل بالغوطة الشرقية بعد استعداد قوات المعارضة لمغادرة المدينة. ففي الوقت الذي يتدفق فيه المدنيون من إحدى المدن المحاصرة واستعداد قوات المعارضة للاستسلام في أخرى، صار الرئيس السوري بشار الأسد قاب قوسين أو أدنى من التخلص من آخر جيوب المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق. واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الجيش السوري أدت إلى استسلام جماعة أحرار الشام في حرستة، بحيث لم يتبقى تحت سيطرة المعارضة سوى دومة وجيب آخر في الغوطة الشرقية يشمل بلدات جبر وعين الترمة وعربين وزملكة. سيل من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة اتهمت فيها الحكومة المعارضة المسلحة باستخدام المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من الرحيل، في الوقت الذي تتهم المعارضة النظام السوري بقصف المدنيين.
ومع استمرار الضغط من قبل الجيش السوري على فصائل المعارضة المسلحة وتصميمه على تطهير دمشق وتخومها منهم، تظهر على السطح جملة من الاتفاقات والتوائمات بين الطرفين، أبرزها جماعة جيش الإسلام التي كانت تسيطر على دوما ويحاصرها الجيش من أسبوع، قالت إنها عازمة على مواصلة القتال، إلا أن مصادر من المعارضة أكدت أن مغادرة المدنيين للمنطقة تأتي بموجب اتفاق بين الجماعة وروسيا. وبهذه التطورات الأخيرة مالت الكفة بقوة ناحية القوات الحكومية والتي فرضت شروطها كطرف منتصر في حرب لا يعرف أحد متى تضع أوزارها. ذكرت مصادر سورية أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية يبدأ سريانه منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، تتبعه مفاوضات مع الجانب الروسي. وأوضحت المصادر أن يوم الجمعة سيشهد عقد مفاوضات مع اللجنة المدنية مع الجانب الروسي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي واستمرار خروج الحالات الإنسانية عبر معبر مخيم الوافدين. يشمل وقف إطلاق النار مناطق القطاع الأوسط التي يسيطر عليها فيلق الرحمن التابع للجيش الحر، وهي مدن وبلدات عربين وزملكا وعين ترمى وجوبر. وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة محتملة لبيع صواريخ تاوتوبي للسعودية المضادة للدبابات تبلغ قيمتها 670 مليون دولار تقريبا. وقالت الخارجية الأمريكية إنها اختارت الكونغرس الأمريكي بالصفقة. يأتي ذلك عقب لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقر البنتاغون في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. هذا وقد أكد ماتيس أن السعودية جزء من الحل في اليمن، مؤكدا أنه يجب تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة. وأشار ماتيس إلى أن السعودية وقفت إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في فترة صعبة، لافتا إلى أنه سيتم إنهاء هذه الحرب بشروط إيجابية لمصلحة الشعب اليمني وكذلك لأمن الدول في شبه الجزيرة العربية. إذن مشاهدينا ننوه إلى هذا العاجل على الشاشة، حيث قام دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بتعيين السيد جون بولتون مستشارا للأمن القومي في البيت الأبيض هذا العاجل، طبعا خلفا للسيد ماكماستر المستشار الأمن في البيت الأبيض. عودة مشاهدينا مرة أخرى لاستكمال أخبار حصاد الليلة، حيث أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران مصدر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وخلال كلمة له في معهد بروكينغز في واشنطن ندد الجبير بعدم احترام إيران للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار. ينبغي إدانة إيران بشأن دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، لذا نستطيع توقيع عقوبات فعالة على النظام الإيراني، ولكن إذا فشلنا في ذلك سيستمر الإيرانيون في سياستهم العدوانية. وفيما يتعلق بالسعودية فإن المملكة العربية السعودية تسير في طريق الإصلاحات الكبرى، حيث نسعى لإصلاح بلدنا ونؤمن بأننا في حاجة إلى تقليل الاعتماد على البترول، ونسعى لتمكين الشباب وتمكين المرأة، ونحتاج إلى انفتاح اقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار مثل مجالات الترفيه والتعدين والسياحة، ونؤمن أنه لكي نحقق ذلك يجب أن يكون لدينا حكومة ناجحة ومسؤولة وشفافة، وهذا ما نعمل عليه الآن، كما نحارب الفساد ونضع محددات وأهداف لكل وزارة لتحقيقها من الآن وحتى عام 2030. قتل 14 شخصا وأصيب آخرون عندما وقع انفجار خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشيو. هذا وقد أعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤول عن الهجوم، وشنت الحركة تفجيرات وهجمات متكررة مقديشيو في حملة للإطاحة بالحكومة الاتحادية. مشاهد أصاب ما زال مستمرا وفي بعد هذا الفصل القصير.
ترامب يعلن عن إجراءات تجارية ضد الصين وبكين تعلن رفضها. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. إلى التفاصيل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات تجارية ضد الصين، وقال ترامب إن العجز التجاري مع بكين والبالغ 504 مليارات دولار خارج عن السيطرة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة ضخمة في سرقة الملكية الفكرية. هذا وقد وقع ترامب مذكرة تجارية بشأن الصين، قال إنها الأولى ستتلوها إجراءات كثيرة أخرى. نحن نفعل أشياء من أجل هذا البلد كان ينبغي أن تحدث منذ سنوات عديدة، فقد عانت الولايات المتحدة من استغلال العديد من الدول لها، بل ومجموعة من الدول تشكلت معا من أجل الاستفادة من الولايات المتحدة، ولن نسمح من الآن باستمرار ذلك، وربما كان ذلك هو السبب الأساسي وراء انتخابي رئيسا، ولن نسمح من الآن بحدوث ذلك. نحن نعاني الآن من عجز تجاري تصل قيمته 800 مليار دولار مع دول العالم، 500 مليار من هذا العجز تحدث مع الصين فقط، وهو ما يعني أن الصين تتخطى نصف قيمة هذا العجز. وفي أول رد فعل من الصين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم على واردات الصين إلى بلاده، وصفت بكين قرارات ترامب بالعدوان، وحضت سفارة الصين في الولايات المتحدة ترامب على التراجع عن هذه الخطوة، محذرة من أنها تعرض العلاقات التجارية بين البلدين إلى خطر كبير، مهددة باتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على مصالحها. اتهم السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكفانكو بريطانيا بعدم التعاون مع موسكو في قضية العميل المزدوج سيرغي سكريبال، وطلب ياكفانكو بريطانيا خلال مؤتمر صحفي بإجراء تحقيق شفاف والتعاون مع روسيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. السلطات البريطانية ليست مستعدة للتعاون معنا بشأن أزمة العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال، وبدلا من ذلك انطلقت الحملة المعادية لروسيا في بريطانيا. إنهم يتهمون روسيا بتسميم ثلاثة أشخاص دون وجود أدلة على ذلك، ولا تزال لندن ترفض التعاون معنا، ولا يمكننا قبول ذلك، وهذا يقلقنا. قال مكتب الأمير البريطاني هاري إن الأمير وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل الداعية 600 شخص لحضور حفل زفافهما في يوم 19 من مايو، ذلك في كنيسة سان جورج بقصر ويندسور. هذا ولم يكشف قصر الملكة إليزابيث عن قائمة المدعوين بعد، وقال القصر إن الدعوات المطبوعة بماء الذهب أرسلت بالفعل هذا الأسبوع، لكن هوية المدعوين لم تعلن في هذه المرحلة. حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التعاون مع وفود اليوناني وأندونيسيا والمكسيك تطالب بضمان الحق في العمل للجميع، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه. وقال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن القرار يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم معضلات متزايدة من البطالة خاصة من قبل الشباب، مشيرا إلى أن القرار يناقش بفعالية مختلف جوانب مضمون الحق في العمل، فضلا عن تأثير البيئة الدولية ودور القطاع الخاص وأهمية التدريب المهني والتعليمي، بالإضافة إلى الحماية من التمييز والفصل التعسفي وغير القانوني من العمل. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن الإسلام الصحيح قادر على إسكات أصوات الأقلية المتطرفة، وشدد علام خلال لقائه شاهد عباسي رئيس الوزراء الباكستاني في العاصمة إسلام أباد على أن المسؤولية المشتركة تحتم على الجميع العمل سويا على اجتثاث جذور التطرف والإرهاب باسم الدين، مشيرا إلى أن الإسلام يحظر الاعتداء على أي نفس بشرية بغض النظر عن دينها أو معتقداتها أو عرقها.
عقد حزب الوفد مؤتمرا جماهيريا بمنطقة بولاء أبو العلا لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات مجلس النواب. وخلال المؤتمر شدد المتحدث باسم الحزب وعضو مجلس النواب محمد فؤاد أحمد على ضرورة التمسك بالحق في التصويت والمشاركة من أجل تأصيل الممارسات الديمقراطية لصالح الوطن. فلا يجب أبدا أن نكون سلبيين، نجلس ونتحدث ونتنظر، ربما يعجبنا حال البلد، ربما لا يعجبنا حال البلد، لكن الشيء الأساسي أن لكم حق ويجب أن تمارسوا هذا الحق الرشيد بأن تكونوا جزءا في هذه الحياة السياسية. وما نراه الآن، وما نراه الآن هو عملية انتخابية تشوبها الديمقراطية، يدعوكم الجميع للمشاركة في الحياة السياسية، هناك تكالب عن يكون الشعب مشارك في هذه الحياة السياسية، ولذلك شعارنا هو انزل شارك. فهذا هو الأمر المهم، لأن الديمقراطية عادة يتعودها الفرد، لا نولد بهذا الأمر، يجب أن نمارس هذه الديمقراطية، وعندما نمارس هذه الديمقراطية نكون أشخاص إيجابيين. ولذلك أدعوكم نيابة عن حزب الوفد ونيابة عن قيادات حزب الوفد بأن تكونوا مشاركين في هذه الحياة السياسية. قال النائب البرلماني مصطفى بكري على هامش مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في شبرا الخيمة إن الشعب المصري لديه وعي كامل بما يحدث في مصر ويعلم دور السيسي في إنقاذ مصر من الفوضى. وهذا الحشد الكبير إن دل على شيء فإنما يدل على الوطنية والانتماء والحرص على البلد والوعي بحقائق ما يجرى على الأرض. نحن هنا اليوم لا لندافع عن عبد الفتاح السيسي، ولكننا ندافع عن مصر، مصر التي أنقذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو بعد أن تآمر المتآمرون وسعوا إلى طمس هوية الوطن المصري وإثارة الفرقة على أراضيها. هنا في هذا المكان نطلق صرختنا إلى كل المصريين بأن يوم 26 من مارس هو يوم مصر كلها، يوم رد الجميل لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه على الرغم من أن هناك 270,000 صوت انتخابي فقط بمطروح، إلى أن أهمية مطروح بالنسبة إلى ما تم على أرضها والتي تغيرت جذريا خلال 3 سنوات فقط بفضل اهتمام ورعاية القيادة السياسية المصرية والتمتع بالأمن والأمان يضع كل الأنظار عليها. كان أبو زيد قد عقد مؤتمرا مع قيادات المحافظة للإعلان عن استعدادات المحافظة لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خاصة في المدن الحدودية مثل سيوة وسلوم والتجمعات الصحراوية، ذلك لتسهيل عملية التصويت. نفثت الحصاد الإخبارية انتهت مشاهدينا، ولكن لن يتبقى إلى التذكرة بأهم العناوين. السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد. الوطنية للانتخابات تضع اللمسات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية، والقضاة يتسلمون اليوم مظاريف الاقتراع. السلطة الفلسطينية تطالب حماس بتسليم صلاحياتها في غزة وعلى رأسها ملف الأمن. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة. المزيد من الأخبار تأتيكم على رأس الساعة. في أمان الله.